عليكم السلام، اتفضل يا حازم. اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اتفضل. صباح دريم وصباح صباح البلد الفل. وصباح سياده النايب موجود معاك سياده اللواء. اتفضل. انا بس انا 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 بشتغل اعلامي في تلفزيون بره، بس عايز برضو اعلق على شويه الاسعار وبطاقه التموين والغلو اللي بيحصل في الوقت دوت. اتفضل. يمكن انتوا ناقشتوا حاجات كتير وقنوات دريم بالذات بس انتوا بتتكلموا في حاجات يا جماعه محدش حاسسها، محدش عايشها، محدش حاسس بيها غير المواطن البسيط اللي مطحون وبيدوبك بيجيب اكل عيشه بالعافيه، مرتبه يا دوبك بيكفيه عيشه وولاده، ممكن ياكل عيش حلو. بس انتوا النهارده عاملين بطاقه تموين وعاملين دعم، وبعد كده المواطن يروح يصرف ما بيلاقيش، يقول له ما فيش الا كذا ما فيش الا كذا. يمكن كنت من شويه في واحد بيتكلم عن مصنع زيت، بالفعل مصنع الزيت ده موجود في اويسنا، لاني انا اساسا من اويسنا، ومش في اويسنا بس، في تجار نفسهم كتير في مدينه نصر وفي التجمع الخامس وفي كل مكان بيجيبوا المواد التموينيه دي وبيخزنوها عشان يطلعوها في اسودها بعد كده. اذا كان يا استاذ حازم في ناس بتشتري، افراد يعني تجار عنده كشك ولا عنده سوبر ماركت، بيبعت ناس يشتروا 20 و30 كيلو سكر من المجمعات علشان يبيعهم بعد كده بسعر، مش هيبقى في ناس بتعمل كده في الزيت في المصانع الكبيره؟ ده سلوك يا فندم. طبعا المجمع، المجمع فين الرقابه من وزاره التموين؟ يمكن مجلس الشعب ومجلس النواب عمل استفتاء على انه يختار وزير تموين من الجيش، وبدا الراجل في الاقالات. طب انا اول قبل انا بدات في اقالات القاده او الناس المديرين اللي هم بيقول عليهم متسببين في الفساد، طب انا اروح ده متسبب في الفساد، اعمل حملات دوريه على المجمعات، على الناس بتوع التموين، علشان اشوف انا ما اجيبش الكبير واسيب الصغير. ما هو انت ما انتش شايف الصغير، يبقى انت ما بتفيدنيش بحاجه لما تشيل الكبير، الصغير اللي بيوصل اللي انا باخد منه الحاجه اللي بيحتك بالمواطن مباشره. الله ينور عليكي، انت سايباه فانت مش هتعرفي توصلي، فانت ما فتنيش بحاجه. ما عشان يعني كده استاذ محمود كان بيقول دلوقتي، وكمان سياده النائب كان بيقولوا ان المفروض ان المسؤول ينزل بقى بنفسه، طالما هو في الاخر لو هو قالوا له كله تمام والدنيا زي الفل وما فيهاش اي مشكله، وبعد كده في موظفين وفي الاخر الاحتكاك المباشر بالمواطن بيبقى في مشاكل، هو اللي في الاخر هيتشال، واللي عمل المشاكل مش هيحصل له حاجه، هيفضل برضه يأذي الناس. يسلم يستسلمي، كلامك جميل جدا. بس مين بقى من المسؤولين اللي هينزل؟ مين المسؤولين اللي ايه؟ اللي هينزل يشوف الناس، يحتك بالمواطنين، يلف على المجمعات يشوف. مفيش حد يا استاذه بينزل، مفيش. احنا لسه عايشين في رشاوي ولسه عايشين في فساد، ولسه مهما عملنا ومهما اشتغلنا. يعني كان الرئيس طلعان، سوري انا اسف في الكلمه اللي هقولها بالبلدي كده، طلعان عينه، بس مفيش ناس بتساعده. يبقى انا عمال بجري هنا وبجري هنا وبجري هنا، وده عمال يسرق من هنا، وده عمال ياخد من هنا، وده عمال ياكل من هنا. معلش مع احترامي لحضرتك يا سياده اللواء، انا بس عايز اتكلم في حته فكره من فكرات انا اتكلمت فيها فتره. انتوا مجلس نواب بتناقشوا حاجات، وفي والله انا مش عارف هي كانت حقيقه ولا لا، بتتكلموا على رحلات وبتتكلموا على بدلات وبتتكلموا على وجبات. يا جماعه انتوا المفروض واحد يعني في نايبه محترمه بدون ذكر اسماء بتقول لك الشعب يتقشف. طب انت لما انت شايفه ان عايزه الشعب يتقشف عشان البلد تنهض والبلد تبقى كويسه، طب انت حضرتك ممكن تتبرعي بربك ومستحقاتك الماليه بلاش بيها كلها، ربعها شهريا، ومجلس النواب بالكامل يتبرع بيها بربع يعني المستحقات الماليه بتاعته شهريا، اتبرعوا بيها للبلد، اتبرعوا بيها صندوق تحيا مصر. يبقى ابدا بنفسك عشان تخليني انا اتكشف وتخليني انا اربط الحزام. اربط انت الاول الحزام ووريني اهو يا جماعه انا بتبرع من مستحقاتي الماليه شهريا من مجلس النواب للبلد. ما اجيش اقول يا حازم اتبرع، يا حازم اربط الحزام، وانا رايح النهارده رايح مارينا، بكره رايح مش عارف فين، بعده رايح مش عارف فين، وبعمل رحلات في مجلس النواب وبوضي النواب وبلم عليها الاشتراكات. ده انت عايز الشعب يقف بس مش كله، ما تعملش حرام يعني التعميم. هو بيتكلم على وقائع بس معايا، مستحيل الشعب يحبك، مستحيل الشعب يبقى معاك. ولا انا اسف طولت عليكي. لا 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 خالص، انا 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 بشكرك يا حازم، ويعني حالا سياده النائب هيعلق على كلام حضرتك. بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل سياده النائب. استاذ حازم صباح الخير.
وطبعا انا بشكر حضرتك على المداخله، ولكن احب اطمن حضرتك ان الدستور حدد مكافاه نائب البرلمان ب 5000 جنيه، واي حاجه النائب بيحتاجها يبقى من جيبه الخاص. يعني احنا في البرلمان في الكافيتيريا بتقدم سندوتش الجبنه الرومي وسندوتش الجبنه البيضه وكوبايه الشاي، كله مسعر من جيبي الخاص. اذا كان حد قام برحلات فعلى حسابه الخاص، وده يبقى واحد مقتدر. ما اقدرش اقول له ما تقومش رحله لامريكا ولا لمارينا ولا، عشان كان في قبل كده كان النائب سليمان وهدان وكيل المجلس قال ان المكافئات دي بتوصل ل 13000 جنيه. لا معلش، يمكن بدل حضور الجلسات بقى فيها حضور جلسات، او النواب اللي هم المغتربين من اسوان ومن الشمال وجنوب سيناء والاقصر ومرسى مطروح وسيوه والوادي الجديد، دول اصلا بياخدوا بدلات للانتقال. يعني مش معقول النائب كمان جاي من اسوان هدفعه ثمن التذكره، علما بان النواب دول لما بيجي لهم ضيوف مغتربين عشان يقضوا مصالح لهم في الوزارات بيتكفلوا بمعيشتهم في القاهره. تمام. فاحنا في اللائحه الجديده بتاعه المجلس اللي اقرناها اعتبارا من دوره مجلس الشعب القادم، رفعنا ال 5000 جنيه ل 15000 جنيه، واحنا كدوره حاليه الخمس سنين غير مستفيدين بهذا القرار. تمام. طيب انا طبعا كان لازم بس نرد على الأستاذ